السلام عليكم، مرحبا بكم. ان شاء الله كاع راكم بخير وصحه جيده، كلكم دايما مع هاد الحمان وهاد السيروك الحامي بزاف. اليوم بغيت ندير واحد المملحات معمرين غير يعني بحاجه تاع خفيفه، والتعمر تاعها دايما يرجع ليكم، تبغوا تزيدوا تبغوا تنقصوا. راه عندي هنايا زوج غرفيات معمرين تاع الفارينه، فارينه مغربله، زوج غرفيات معمرين يعني حتى قببتهم، وفي غرفيه ماشي عامره بزاف تاع السميد الرطب. السميد الرطب لازم يكون صافي، لازم يكون شباب. ها هو السميد كاع الرطب، الرطب اللي يكون قريب يكون ابيض، رطب يكون شباب. فوالا زوج غرفيات معمرين، في غرفيه ماشي معمره بزاف تاع السميد الرطب، نص كاس تاع الزيت، الزيت العادي. تبغوا ديروا زيت زيتون يكون خير وخير، انا ما كمل لي زيت زيتون، واللي ما يبغيش زيت زيتون في العجينه تاعه يدير الزيت كما انايا. انا عندي مغرف صغيره عامره مليح تاع الخل، هو محسن للمعجنات. نديرو الخل مليح باش يعاون العجينه تاعنا باش تخمر مليح وتكون مهويه وتكون شابه. مغرف صغيره تاع الملح غادي نحطها هنايا بجد الفرينه، ما نخلطوش كيما نعرفوا الخماره مع الملح. وهاي المغرف كبيره تاع خميره الخبز مع مغرف صغيره تاع السكر، نحطها هنايا مع السميد. غادي نخلط هادو كاع مع بعض، نخلطهم مليح مليح، نبسس الزيت والخل مع هاد الفرينه والسميد. وباش راح نلمها غادي نلمها بكاس تاع الحليب دافي، لازم الحليب يكون دافي ماشي سخون بزاف باش ما يخسرناش العجينه تاعنا، وماشي بارد باش يعاوننا في التخمير تاعها. نبدا بسم الله على بركه الله. غادي نحط هذا الخل، تجي روعه روعه للصيف اللي يكون باغي يخرج يبحر ولا بلا عليه ما يقعد يكثر على روحه، وحاجه تغرم بزاف واقتصاديه ما فيهاش بزاف تاع المصروف وما فيهاش بزاف تاع الجهد. هذه العجينه تاعنا غادي نبسسها مليح مليح، بصح شهوانه تبغي العجن كنلموها ان شاء الله بالحليب، لازم لها واحد اوما 5 دقائق تاع العجن. نبسس مليح مليح الزيت، تعطوها حقها في العجين حتى تبدا تطبق. فوالا كي نبسوها مليح مليح، لازم الفرينه والسميد يشربوا مليح هذيك الزيت. نبدا بسم الله نبدا نلم فيها، لموها طريه ما تلموها خشينه، ما تلموها جاريه، ما لازمش تكون جاريه. هذه ماشي يعني عجينه اللي غادي نحلوها وصاي، غادي نعمروها باش كي تفردوها ما تغبنكمش. والاخوات المبتدئات اللي ما ينجموش يفدوا العجينه، دوك نحطها فوق بابي كويسون تشوفوا معايا ان شاء الله هكا باش كاع نديروها. كي اللي تعرف العجين، كي اللي ما تعرفش المبتدئات البنيات الصغار يبدوا بابي كويسون حتى اللي يوالفوا يديهم العجين عاد باش يقرعوا البابي كويسون. علاش قلت لكم ما تجروش العجينه تاعكم، نحطها على درجات، نلمها طريه كيما قلت لكم غير تلموها. تبغوا تعركوها في القصعانه باش نيفيتي الحس، غادي نحطها هنايا فوق الخامه، ندير لها غير شويه تاع الفرينه. بسم الله يالله، غادي نعطيها حقها في العجين، لازم تكون هاي راكم تشوفوا راهي طريه طريه ومشي سائله، لازم تكون تحكموا فيها تتلصق شويه بصح ماشي مطلوقه. غادي نعركها واحد 5 دقائق وانا معاها 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 غير شويه تاع الفرينه باش ما تعاودش تيبس، حتى لين طريها تتبيض وتبدا تطرطق خاطر راه فيها الخمارة لازم لازم تنعجن. العجينه تاعي قد ما عركتها واحد 5 دقائق ودخلتها فيه هنايا ولا تغطوها ببلاستيك وتخلوها تخمر على جهه واحد نص ساعه 40 دقيقه. قد ما تطيبوا الحشو تاعكم لازم الحشو يطيب ويبرد، كما قلت لكم الحشو لازم يكون على حسب الخاطر وعلى حسب الموجود اللي كاين في الدار. انا قطعت بصله كبيره حمراء، ها هي على حسب الكميه تاع العجين اللي عندي، بصله كبيره، حبه فلفله خضراء قطعتها الى مربعات، حبه فلفله حمراء قطعتها تانيك الى مربعات، حبه طماطم كبيره قلعت لها الجلده وقطعتها الى مربعات هكا باش من بعد كي نبدا نطيب فيها نبدا نفرن نمرسها ما نقعدش نفرز في هذيك الجلده وحدها، تقلعوها من الاول. والتوابل حاجه سامبل كاع سامبل، الملح الفلفل الاسود الكركم اللي نقصت منه ما بغيتش نكثر بزاف من الكركم، ومغرف عامره مليح تاع الطماطم تاع العلبه
طوماطيس قوطي، ولا الحشو كيما تبغوا، تبغوا ديروا بالفلفله والبصله، تبغوا ديروا بصله، الكورجات الخضراء مع شويه تاع كروطه مربيه، يعني كل واحد والخطر تاعه. بالكورجات والزروديه تاني تجي شابه. غادي نقليهم في شويه تاع الزيت، قد ما تتبان لي البصله نزيد لها الفلفله والطماطم ونخليهم حتى يعقدوا، تكتنشف مليح مليح من الماء عاد باش تقلعوها. طابلي الحشو تاعي قلعته باش في الطبسي يبرد لي مليح مليح، راه كاع تفالي قلعته كاع قبيلات، راكم تشوفوا لازم ما يبقاش فيه هذاك الماء، لازم يقعد عاقد ويقعد مليح هكا باش ما يخسركمش العجينه تاعكم، وتبدا تقطع لكم ان شاء الله في الطاجين. دوك نفوتوا للعجينه تاعنا. بسم الله، خليتها خمرت، هيا شوفوا كيفاش طلعت، تطلع ما شاء الله. علاش في الاولى من يبسوها بزاف من نطلقوها بزاف. امسح صبعي، غادي نهودها هنايا في البلون طرافاي تاعي، وغادي نديرها كيما هكا. شوفوا كيفاش راهي بونج، راهي ما شاء الله. تعركوها تعطوها حقها في العريك، ومن بعد تخلوها تخمر. دوك ما غادي نعاود نخمروها، ندير لها شويه تاع الفرينه هكا باش ما تلصقليش مع الرخامه. نجيبو خدمي وغادي نقطعها الى كريات. دروك هنايا الاختيار يرجع لكم، تبغوا الحبه تاع هذيك تاع الحشو تاع العجينه تاعكم تكون كبيره ولا تكون صغيره. انا بغيتهم شويه موين، نديروا كل زوج يديروا لنا خبزه، الخبيزات فوالا، كل زوج يديروا لنا خبزه. غادي نخلي هذا ولا غادي نقطعه امامكم؟ صح نقطعه نعاود نولي. غادي نبدا. بسم الله، الكريات حطيتهم في صني، لازم تكون كل خبزه فيها زوج عجينات، العجينه التحتانيه تكون شويه كبيره على العجينه الفوقانيه، تحلوها مليح مليح بالوراق، وراكو تحطوا الطاجين تاعكم يسخن، طاجين ولا مقله ثقيله ولا حاجه. دروك درت شويه تاع الفرينه، كما قلت لكم الاخوات المبتدئات ولا البنيات الصغارات يديروا يوجدوا بابي كويسون باش كي يفضوا الخبيزه ما تطيح لهم ما تخسر لهم ما والو. راكم تشوفوا العجينه تاعنا ما راهي خشينه، ما راهي مطلوقه بزاف، وراهي تعاونني نحلها مليح مليح بالفرينه، من بعد ننفضها ونحطها في البابي كويس. رققتها الماكسيموم بصح ماشي حتى تولي شفافه. شوفوا كيفاش رققتها، ها هي تكون رقيقه مليح مليح، خاطرش علاش راه فيها الخماره، وما لازمش نقعدوا نستناو حتى العجينات هذوك، لازم نقعدوا نخفوا نخدموا بالخف باش نكملوا، ما لازمش العجينه تاعنا غير نعمروها بالحشو ونطيبوها، ما تخلوهاش تعاود تخمر خطره واحده اخرى. ندير لها الحشو تاعنا كما قلت لكم، الحشو يرجع ليكم، تبغوا ديروا معاها الطون، تبغوا ديروا الفرماج، انا عندي شويه تاع الفرماج غادي نرابيه، حاجه اقتصاديه للعشاء ولا كون خارجين برا هكا بيكنيك ولا بحر ولا لما تقولوا تصرفوا في المصاريف الكبار، ما تخرجوش للحواشي. واخواتي ما تبيكوها بالفرشيطه ما حتى حاجه، لازم نزيدها غير شويه، لازم تنتفخ لكم في الطاجين ولا في المقله، الطاجين راه يسخن لي فوالا. رابي شويه تاع الكوده، انا عندي كوده، تبغوا ديروا الطون، تبغوا ديروا شويه زيتون، انا الزيتون هما والزيتون صافي دو ما يبوليش كاع الزيتون، كي نديرها في البيتزا ولا يقعدوا يصفوا فيه. نوخرها على جهه، نحل ثاني العجينه بنفس الطريقه ونبلع العجينه تاعي. حليت العجينه الزوجه، غادي نرفدها غير بالعقل بالعقل، ما لازمش العجينه تاعكم لا التحتانيه لا الفوقانيه تكون متقوبه. غادي نغطي، علاش قلت لكم العجينه التحتانيه تكون كبيره على الفوقانيه باش كي نبلعوها ونقفلوها فوالا، لازم راكم تشوفوا معايا لازم نقفلوها هكا باش نتاكدوا بلي العجينه الفوقانيه التحتانيه راهي طلعت فوق هذه، راهي طلعت فوق هذه التالي اللي درناها الفوقانيه وتبلعت مليح. ما تبيكو لا بالفرشيطه وايفيتو لو كونتاكت تاع الخدمي ولا مع العجينه باش نتفخ لكم مليح مليح وتجيكم حطه وتجيكم باينه. فوالا غادي كاع نكملها. راني كملت العجينه تاعي، دورت لكم الكاميرا من جهه الطاجين، حميتها مليح مليح وراه على النار قويه. فوالا كي تبدوها بالبابي كويسون ما تخافوا ما تطيح لكم حتى حاجه، سورتو الا كانت كبيره كي من هذه. فوالا نحطها في البابي كويسون، غير قد ما تنشف لي شويه من تحت نبدا نجبد في البابي كويسون تاعي.
نخليها واحد دقيقه ونجبد البابي كويس، وغادي ندير كيما هكا مع كاع العجائن تاوعي باش ما طيح لي ما تخسر لي، ولا فورم تاعها تقعد الشكل كيما هذا اللي درته. ايفيتو باش ما تتقبلكمش باش تطلع لكم تفخفخ ان شاء الله. غادي نبدا نجبد الكعط غير بالعقل بالعقل عليا، بلا ما نخسرها بلا ما نتوشيها بلا ما حتى حاجه. فوالا راكم تشوفوها هي بدات تدير الفقاعات بدات تطلع. نشفت لي شويه من تحت، غادي نبدا نقلبها غير بالعقل بالعقل. بسم الله يا ربي بسم الله. فوالا نخليها ثاني كطيب من الجهه الاخرى. قلبتها زوج خطرات فوالا راكم تشوفوا داك كي طابت مليح مليح، عاود درتها على وجهها ونجيبها شويه زبده تاع العرب نطليها شويه منا ونقلعها ان شاء الله. فوالا طلعت لي ما شاء الله. وغادي ندير كيما هكا مع كاع الخبيزات تاعي. حطيت الزوجه في البابي كويسون توجور، قبل ما غادي نهود البابي كويسون بغيتكم غير تشوف كيفاش راهي تنتفخ لي وراهي تطلع. مادامكم ترقوا لاباط مادامها تطلع وتفخفخ ويعني تطلع مليح مليح. راني كملت كاع الحبات تاع الخبيزات تاعي المعمرين بهذاك الحشو اللي وريته لكم، طلعوا لي ما شاء الله في الطاجين وقعدوا يديو لي كل البويقات. كي ترقوا لاباط تاعكم تخرج لكم ما شاء الله، شوفوا كيفاش تطيب، تطيب خفيفه وطريف طيبها، طيب ما شاء الله. على النار تكون قويه في الطاجين بصح تعسوها، وكي تفدوها في هذاك البابي كويسون يعني كاع لا فورم تاعها ما تخسر لا في البديان لا في التكميله تاعها. ها هما خرجت لي شعاع من حبه بصح كاين اللي كلاو منهم. شوف فوالا نقطع لكم وحده حاجه خفيفه ظريفه للعشاء. بسم الله يا ربي هادي لها شويه ماهيش حاميه، مع هذاك الفرماج يزيد يدير لها البنه اكثر واكثر. كما قلت لكم الحشو يرجع ليكم ماشي مشروط البصله والفلفله، اي حاجه تبغوا ديروا فيها الداخل. طيب ها هي لاباط كيفاش تكون، تكون رقيقه وطريه. ها هي شهيتكم في الجنه ان شاء الله، جربوها وردوا لي بالخبر. هذا تبغوا تخرجوا فيها بها ولا يعني يجيكم ضياف تاع يعني عشويه ولا ديروها في خمس دقائق تكملوها ان شاء الله. شهيتكم في الجنه، وش نقول لكم مرحبا بكم، الف مرحبا بالزوار الجدد، وما تنسونيش تشتركوا في القناه، ما تنسونيش بلي لايك احبابي اللي راكم بالك تتفرجوا، وتنسوا لي لايك كتبوا لي لايك باش لي فيديو تاوعي يطلعوا والقناه ان شاء الله تطلع وتبان. خليت لكم الصحه والراحه ان شاء الله، تهلوا في رواحكم، نسلم عليكم كلكم كلكم، ونشكركم على التعاليق الزوينه وعلى الدعم تاعكم. شكرا لكم جزيل الشكر، دمتم في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم.